بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأرشد السبل، بعثه الله إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فعلم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة وأعز به بعد ذلة وكثر به بعد قلة، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعبد الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، حديثي اليوم معكم عن وسام من أعلى الأوسمة، وعن درجة هي من أعلى الدرجات، وسام استحقاق من الدرجة الأولى بلغة العصر الحديث، الميدالية الذهبية، يعني أعلى حاجة. هذا الوسام عنوانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحن في شهر الرضوان، شهر الخيرات والبركات التي تؤدي بالعبد لو نجح في هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الصوم، وانتبه إليها من أول ليلة من ليالي رمضان إلى أن يفرح كما قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. نتدرب فيما بقي من أيام، وهي أيام، حتى نحصل على هذا الوسام، الوسام الذي نال الرسول صلى الله عليه وسلم أعلاه، حيث قال له عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وحيث قال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وأنت أيها المؤمن
يا من تسير على خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن تحقق مقام العبودية لله عز وجل حتى تصل إلى الرضا وتصبح ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وينادى عليك، ينادى عليك يا من ارتقيت في هذا المقام في وقت يحتاج العبد إلى المبشرات وإلى الخيرات، ينادى عليك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية مرضية، راضية رضي الله عنه أو رضوا عنه، مرضية رضي الله عنه. من هؤلاء؟ هم عباد الله الصالحون. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قمة الرضا. وفوق من وادخلي جنتي في أعلى كمان، اللي هو الرضا الحقيقي، الرضا الحقيقي. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد أن يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ هم وصلوا خلاص، ده احنا في الجنة وفي حاجة تانية، ما احنا رضينا خلاص، هم رضوا. لكن شوف الأعلى اللي هي اللي عايزين نوصلها. إذا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد أن يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. ربنا عايز ينجز هذا الموعد، هذا الوعد الذي وعدكم إياه يا أهل الجنة. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ لا إله إلا الله، مش متوقعين حاجة أعلى من كده. ومش ربنا تقل موازيننا؟ مش بيض وجوهنا؟ مش دخلنا الجنة؟ مش ربنا سبحانه وتعالى عصمنا وأجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب. الله عز وجل يكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطوا عطاء خيرا من النظر إليه ولا أقر لأعينهم من ذلك. هي دي قيمة الرضا. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. شوف بعد ينظرون، اسمع: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها ايه؟ المقربون. عباد الله الذين قال الله فيهم في أول سورة الإنسان: يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
هذه الصفات لتوصل فيها للمقام، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، توحيد، العمل خالص لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما الذي يصبون إليه ويتفكرون فيه ويعدون العدة له؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجه وسرورا في القلب. هذه الأيام المتبقية من رمضان ليتنا نستوعب هذا المعنى، وفي عجالة نراجع مواضع رضي الله عنهم ورضوا عنه في القرآن. الأول في سورة المائدة آخر السورة في قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ده أول موضع تحت عنوان هذا الوسام العظيم: رضي الله عنهم وإيه؟ ورضوا عنه. الموضع الثاني في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. شوف رحمة ربنا بينا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء مضوا وقضوا، راحوا مشوا، ما فيش مهاجرين ما فيش أنصار، ده جيل الصحابة. من رحمة ربنا في حاجة هنتشعبط فيها اللي هي إيه؟ والذين إيه؟ اتبعوه بإحسان. اسمع، كن منهم، كن ممن اتبع المهاجرين والأنصار، كن على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان كده الأئمة زي الإمام أحمد بن حنبل وابن كثير وغيرهم يقولون هذه الآية تبين رضوان الله عز وجل عن سادات الأمة، وفي مقدمتهم سيد هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. فاللي يقول فيهم كلمة ويسيء إليهم مثل هؤلاء الرافضة قبحهم الله، يبقى بيعندوا القرآن ويكذبوا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ازاي انت تكذب القرآن وتسيء إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى عثمان رضي الله عليهم؟ بأي حق؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يبقى أول موضع في المائدة العنوان الصدق، ثاني موضع في التوبة والعنوان المنهج، ما أنا عليه وأصحابي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللي عايز يبقى تحت قوله تعالى فقد اهتدوا، وعايز تعرف انك اهتديت، يبقى امشي وراهم، لان القرآن نازل بيتكلم عنهم. فإن آمنوا اي يعني آمنوا بمثل ما آمن الصحابة، بمثل ما آمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. خلي بالك الموضوع مش مزاج، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذا الموضع الثاني.
الموضع الثالث يبين أهم عقيدة في التوحيد وهي عقيدة الولاء والبراء. أساس ومعلم من معالم التوحيد الخالص هذه العقيدة التي كادت تنسلخ من الأمة. قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو. مش ممكن، مش ممكن يكون واحد مؤمن بالله واليوم الآخر يواد اللي هو بيعاند النبي صلى الله عليه وسلم وبيحد الله والرسول. مش ممكن، مخالف للإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اسمع: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عايز إيه تاني؟ ماذا تريد بعد هذا الوصف وهذا المدح؟ إن ربنا كتب في قلبك الإيمان، وربنا اللي هيأيدك بروح منه، وربنا رضي عنك وأنت راضي عنه. يعني إيه ربنا راضي عنك؟ يعني إيه ربنا راضي عنك؟ يعني راضي عنك بأن رحمك وغفر لك وأدخلك الجنة، وأعلى رضا النظر إلى وجهه الكريم. ويعني إيه رضوا عنه؟ يعني الله عز وجل بما أعطاك من هذا الخير تشعر بالرضا، كأنك رضيت عن ربك. لأن أنت قلت: وما هو؟ ما احنا راضيين أهو، ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ يعني احنا مش في إيه تاني؟ فيعلى يعلى لغايه ما يوصلهم الى ايه؟ فيكشف لهم الحجاب فينظرون اليه. دي قمه الرضا عن الله عز وجل. يبقى الموضع الاول المائده، الموضع الثاني التوبه، الموضع الثالث اخر سوره المجادله، والموضع الرابع في اخر سوره البينه. خلي بالك، في ناس بتقسم يقول لك معسكر الخير ومعسكر الشر، ده بيقسمها الكفرة، بتقسم، هم اللي بيقسموا، هم اللي بيعرفونا بالخير والشر، وأي حاجة فيها إسلام عندهم تبقى شر ويلزقوا عليها الدمغة بتاعت الإرهاب. لكن أنا ما باخدش معلوماتي من بوش، أنا باخد عقيدتي ومعلوماتي من كتاب ربي عز وجل، من الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالى قسم الناس بناء على كتاب ربنا. ربنا قال إيه؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البري. هو ده معسكر الشر بالقرآن. يقولوا اللي يقولوا، ما هو الولاء والبراء باظ عند الناس، الدنيا في الطراوة. يقول لك الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن لله. عشان كده ما تقرا الايه بتاعت رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، بعدها لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
يقولوا كلام كده غريب، عايزين يسلخونا من الدين بأي طريقة، عايزين نحب الكافر، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا. واحد يقول لك يا عمي لا مش كده، انت ليه بتبث روح الكراهية في المجتمع؟ كراهية؟ هو في حاجة اسمها حب مطلق؟ يعني اسأل اي واحد كده وتقول له انت بتحب الصدق، هيقول لك طبعا. تقول له انت بتحب الكذب، هيقول لك ايه؟ هيقول لك بحبه. يبقى متناقض مع نفسه. واحد تسأله تقول له انت بتحب العفة والشرف، يقول له مية مية. اقول له طب بتحب الزنا والفجور، هينفع اقول بحب؟ ما ينفعش. لازم في حب وفي كره. ربنا قال لنا ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، وهو نفس ربنا، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. ما ينفعش باسم الانسانيه نحب كل حاجه كده ونحب الخير. نحب الخير بس هنحب الشر؟ مش هنحب الشر، مش ممكن. نحب الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، مش ممكن أرضى بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر، مش ممكن كل العملية تبقى سلطة، ما ينفعش. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. اسمع، يحب يحب. اسمع الثالثة، وأن يبغض أو أن يكره، يبقى بيحب ويكره. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم اللي هم المشركين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. العملية دي ملخلخة عند الناس من كتر الإعلام وكتر الناس اللي بتخوض وكتر الناس اللي بتشوه صورة المسلمين. الدنيا ده حتى يا ريت كده، ده مش عاجبهم احنا خالص. تخيل، هو ربنا قال لك ترهب، بس مش أي حد، ترهب بيه أعداء الله. للأسف اليهود هم دلوقتي اللي مرهبين، توازن الرعب والقوة هم معاهم دلوقتي. الموضوع ده الرسول قال نصرت بالرعب. مين اللي بينصر بالرعب الآن؟ للأسف اليهود معاهم قلنا، وهي عندهم مش عارف ساعة كموية. واحنا يا عم لا يا عم احنا ناس طيبين وحلوين وكده، مية مية، خلينا كده متدلدلين كده، حتى مش قادرين نستوعب نصوص القرآن. طبعا إرهاب المجتمع مرفوض، إرهاب المسلم مرفوض، ترويع المسلم مرفوض، رفع السلاح في وش المسلم مرفوض، أو في وجه من أعطيته الأمان. السائح ده لما يجي معاه تأشيرة معناه ده اسمه عقد أمان، ما يجوزش لك إنك أنت تمسه بسوء. لكن أنا بتكلم على النص القرآني، ترهبون به إيه؟ عدو الله وعدوكم وآخرين إيه؟ من دونين، شوية العالم الشغالة في النفاق، لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يبقى في شر وفي خير، في حب وفي بغض، في إيمان وفي كفر. ما ينفعش غير لما الموضوع واضح عندنا عشان الإيمان عندنا يكتمل. هذا الموضع الثالث في سورة المجادلة. الموضوع الرابع توضيح للمعسكر،
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ده معسكر الشر بنص القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ده معسكر الخير، خير البرية، البرية العالم دي كلها. شوف اسمع، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ركز معايا، رضي الله عنهم وإيه ورضوا عنه، بس مش أي حد، ده آمن وعمل صالحة بس ارتقى في المقامات الإيمانية لغاية ما وصل لمرتبة الخشية. ذلك لمن خشي ربه، ومش هتبقى من أهل الخشية إلا إذا كنت من أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، عباد الله، نريد يعني ونحن في رمضان نجلس مع هذه المواضع الأربعة ونقرأ في التفسير وشوية شوية، يعني مثلا أول موضع قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، اعمل لك ختمة كده، ختمة قرآن اسمها ختمة الصدق، ختمة ايه؟ الصدق. ودور على موضوع الصدق ده في القرآن. يكفيك انك انت تسمع قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ايه؟ هم أربعة ما فيش غيرهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والأول راح ختم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وكان الله بكل شيء عليم. يبقى قدامك فرصة للثلاثة الباقيين، الصديقون الشهداء الصالحون، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعلى درجة في الثلاثة دول في الصديقين والشهداء والصالحين الصديقية، عشان كده سيدنا أبو بكر اسمه أبو بكر إيه؟ الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروف حتى قبل الإسلام بالصادق الأمين. دور تبقى صادق لغاية ما تبقى صديق كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تصبح صديقا؟ بتحري الصدق. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، مش ممكن. ممكن الواحد عشان ظروفه والعيال والبتاع يقرط شوية. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يمسك ما يبقاش، ما ينزعش منه صفة الإيمان، مع إنه في صفة البخل. جبان والله في ظروف وفي ما كده وخايف وما قدرش ومش عارف بكره هيحصل ايه، خليني في حالي، امشي كده في حالك يا عم، مالكش دعوه بحاجه، برضه هتفضل مؤمن. لكن تكذب؟ لا،
أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، مش ممكن. دور على الصدق، اقرأ آيات الصدق مثل قوله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. دور كيف تصدق الله، اقرأ قول الله تعالى واقرأ تفسير الآية: من المؤمنين رجال. ويكفي كلمة رجال، كلمة رجال دي بمعنى الرجولة مش الذكورة، مش موجودة في 10 مواضع في القرآن. دور بقى على دي وقول رجال. طب أنا وأنا شغال في الصدق أدور على كلمة رجال في القرآن عشان أحطها مع الصدق. مثلا في هذا المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. مين؟ رجال. هي ده بقى الرجولة الإيمانية اللي نابع منها الصدق. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ودي العظمة، هو راجل مش عويل ولا راجل بطال، ده راجل بيتاجر وراجل شغال، بس العظمة التوازن في الشخصية، الثبات، شغال ورايح وجه، بس الله أكبر. خلاص اقفل، اقفل محلك وروح صلي وارجع، لأن أنا قلبي عامر، الدنيا في إيدي مش في قلبي. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. رجال، هي دي مصانع الرجال في المساجد، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه برضو؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هنا يصنع الرجال بفكر الآخرة، عم الآخرة أرادت الآخرة، يتجمع ويشوف الخير اللي جاي لك، ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم. هيزيدك ربنا، اوعى تفتكر لما تقفل المحل وتروح تصلي، والله هيزيدك ويزيدهم من فضله. اسمع دي كمان: والله يرزق من يشاء بغير حساب. الناس مثلا اللي سايبه لا صلاه الجمعه وقاعده، بتعمل ايه؟ قاعد بتعمل ايه في المحل، وقاعد بتعمل ايه في الشارع، ولا قاعد على القهوه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هيختم على قلبك وهتكون من الغافلين لو انت ما جيتش تصلي الجمعه. وقت ما تبيع ولا تشتري يوم الجمعه زي بالظبط شرب الخمر واكل لحم الخنزير، سواء بسواء، لان الوقت ده حرام فيه البيع، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى البيع هنا محرم. وبعدين أذلكم خير لكم؟ لا، ونحن فاهمين إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، يا عم شوف مصلحتك، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، روح اشتري وبيع واقضي اقضي المقاضي وكل حاجة، وابتغوا من فضل الله. وانت شغال كده خليك مع الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دور عن معاني الصدق بهذا الأسلوب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الأمر يطول معنا ووقت يعني سحبنا شوية في الوقت، سامحونا لو كنا طولنا. من آخر يا إخواني، لازم ندور لدرجة إن احنا نبحث عن الرضا، وتقول وانا في رمضان ولسه باقي ايام، تقول كما قال العبد الصالح نبي الله موسى: وعجلت اليك ربي لترضى. دور بقى، لسانك 4-5 ليالي اللي فات لو قصرنا فيه، الظروف اللي احنا عايشين فيها ربكتنا. ورمضان مين يصدق النهارده 24 رمضان؟ مين يصدق باقي ليله 25 26 27 28 29؟ باقي 5 ليالي وباقي 5 ايام، سبحان الله. يبقى فرصة يا إخواني نشد حيلنا، يمكن ربنا يكرمنا بليلة القدر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأذكر نفسي وإخواني بصدقة الفطر. وتقريبا الإخوة عاملين جداول ومبينين كل حاجة، إن مثلا زكاة الفطر زي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من طعام، من بر، من شعير، من إقط، من تمر، على حسب، ما دام الرسول قال طعام
يبقى اي طعام متعارف عليه من اهل البلد يطلع. الناس تطلع فول، تطلع عدس، تطلع دقيق، تطلع تمر، تطلع زبيب، كل ده ان شاء الله يجزئ. والافضل الافضل تطلع ايه؟ تطلع طعام، يعني بنقول عليها حاجه عينيه، لان حتى الفقير لما تخبط عليه او ياخد منك الرز هياخده، لكن الشحات مش عايز رز، عايز يلم، عايز العداد يشتغل. فانت كده بتخلي ايه؟ تخلي لي وتروح تخبط على الفقير بنفسك او الاخوه اللي كده. والناس عاملين مثلا الصاع، مثلا الرز الصاع مثلا يعمل حوالي 2.5 جنيه. لو انت بتطلع 2.5 كيلو في 4 جنيه متوسط تبقى 10 جنيه، فيقول لك مثلا الرز 10، العدس مش عارف كام، على حسب. وتتفق لو انت اديته مثلا 10 اديته 15 تقول له دول كده، يقول لك في زياده 5 قول له يا عم طلعها لله، او تاخد حاجه اعلى شويه ايه اللي هي مثلا الفول يعمل 12 وهكذا، بحيث ان احنا اخواننا قبل طلوع الامام يوم العيد يكون مطلع الفطر. ويجوز لك تتقدم العيد بيوم او يومين، فان شاء الله نجتهد ان احنا من يوم 28 ممكن نطلع زكاة الفطر 28 و29. ونسأل الله عز وجل ان يختم لنا يختم لنا رمضان برضوانه. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك رب العالمين، واجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن نكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أقم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ابتغاء وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وأراد بمصر خيرا، اللهم فوفقه يا رب إلى كل خير. وفق كل من أراد الخير يا رب العالمين وسدد خطاه. ومن أراد الإسلام والمسلمين وأراد مصر، بلد مصر والمصريين بسوء، اللهم اقسم ظهره وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا في كل مفسد في الأرض عجائب قدرتك، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا. نعوذ بك من زوال نعمتك،
نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عباد الله، إن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.